تزامناً مع اليوم العالمي للإنترنت الآمن، تتواصل الحملات التخصيصية التوعوية على مستوى المؤسسات التربوية ببرج بوعريريج من أجل استعمال آمن للإنترنت. الحملة التخصيصية منظمة من طرف مديرية الشباب والمواصلات وبالتنسيق مع مختلف الشركات على غرار أو مختلف الشركاء أقول على غرار مديرية التربية والدرك الوطني والأمن الوطني ومديرية النشاط الاجتماعي أيضا. الحملة تستمر إلى غاية 19 فيفري وتجوب 20 مؤسسة تربوية بالإضافة إلى مدرستين تابعتين لمديرية النشاط الاجتماعي. التغطية لمريم يحيوي أقول وبعلام يعيش. هو مخاطر الانترنت وما هي الوسائل التي يعني من خلالها يعني نتجنب هذه المخاطر. اذا بمناسبه احياء اليوم العالمي للانترنت الامن، قامت المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لولاية برج بوعريريج بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني ومصالح الأمن الوطني وكذلك مديرية التربية الوطنية والخلايا الجوارية تابعة لمديرية النشاط الاجتماعي بتنظيم حملات إحساسية تحسيسية وتوعوية لفائدة أطفالنا على مستوى 20 متوسطة متواجدة عبر مختلف دوائر ولاية برج بوعريريج إضافة إلى مدرستين تابعتين إلى مديرية النشاط الاجتماعي. تهدف هذه الحملة التحسيسية إلى حماية أبنائنا من مخاطر الإنترنت وما هي الوسائل التي من خلالها تكون يعني حمايتهم ويعني سلامتهم من استعمال هذه الشبكة العنكبوتية التي تعد يعني التي أصبحت وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها في حياتنا اليومية. قدمنا معلومات جيدة ورائعة جدا، وأنا أحيي الأمن الوطني لبرج بوعريريج. هذه الوقاية التي قدموها لنا مع حماية الطفل عبر الإنترنت، واستفدنا كثيرا من الأمن والاتصالات الجزائر.